بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالجميع. أعمل حاليا على كتاب أسر وقبائل قطر، وهو كتاب ضمنته العديد من الشخصيات والأسر والقبائل القطرية، بالإضافة إلى مئات الوثائق العربية والعثمانية والبريطانية التي تعرض تاريخ قطر وأسرها وقبائلها أيضا. ومن الشخصيات التي ضمنتها في هذا الكتاب شخصية العم علي بن خميس بن زامل الكواري رحمه الله تعالى، والمولود في شمال قطر في حدود سنة 1929، نشأ في بيئة صالحة محبة للعلم والخير، فوالده أدرك بعض علماء نجد ممن سكنوا شمال قطر مثل الشيخ عبد الرحمن بن جبرين والد الشيخ عبد الله رحمهم الله، والشيخ عبد الله الشثري رحمه الله تعالى. من عرف العم علي بن خميس الكواري رحمه الله تعالى عرف فيه عقله وفطنته، ولا شك أن البيئة التي نشأ فيها أدت إلى مثل ذلك. فنشأ في كنف والد صالح محب للعلم، ثم توجه للحياة البحرية فعمل في الغوص، ثم إلى تدرج إلى أن صار نوخذ مشهور من نواخذتها القطر. ولما كسد اللولو توجه للعمل في تخان، وأدرك أثناء عمله في تخان وفاة الشيخ حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني رحمه الله، ثم توجه في حدود سنة 1972 للعمل في المحاكم الشرعية، وقد كان محبا للشعر والأدب، يحفظ الكثير من أشعار الفيعاني والعدال الكبيسي وغيرهم من شعراء قطر، مرجعا لأهل قطر في العديد من الأخبار والأشعار وتراث أهل قطر عموما. والعم علي بن خميس الكواري رحمه الله تعالى كان معروفا بصلاحه وتدينه، كان ذا صلة وثيقة بعلماء قطر أمثال الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود والشيخ ابن حجر والشيخ إبراهيم الأنصاري، بل إنه لما رحل إلى الحج مر بالأعساء ومر وزار الشيخ محمد بن أبي بكر العالم الجليل من علماء الأعساء، كان مقربا من ولاة الأمر من الشيوخ آل ثاني، محبوبا عند الشيخ خليفة، محبوبا عند سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الذي كان يجله ويقدره ويعرف له مكانته. صلى مرة العم علي بن خميس في مسجد فرأى رجلا يحفظ أولاده القرآن، فأخذ هذه السنة الحسنة ونقلها في منزله في إزغوة. وكان العم علي بن خميس الكواري رحمه الله تعالى له عناية بالزرع، ومن غريب أمره أنه زرع الأرز في مزرعته، حتى إنه لما دعا مرة الوجيه عبد الله بن علي المسند لزرعه وراء الأرز قال: زرعت الأرز في مزرعتك؟ وكان رحمه الله تعالى ذا كرم وحسن في الضيافة، حريصا على مساعدة الناس وقضاء حوائجهم. ظل على هذه الحال المرضية حتى توفي في سنة 2015 من الميلاد، ولم يمت رحمه الله، لأنه خلف أولادا كراما بررة يسيرون على طريق أبيهم رحم الله أباهم وحفظهم. نراكم على خير.